لما جيت اتكلمت يا جماعة الخير، لما جيت اتكلمت، خليه على 22، لما جيت اتكلمت يا جماعة الخير وقلت أقسم بالله إحنا سياستنا تعتمد على المصداقية، والناس اللي قاعدة تهبد والمواقع شكلها هيبقى وحش ورهاننا معاهم على الوقت. ناس كتير تواصلت معايا قالت لي في بعض الناس بتفسر كلامك انك انت تقصد حد معين. قلت لا والله، هو الاستاذ احمد السيد الراجل مسؤول عن ملف النادي الاهلي، والاستاذ علاء حمام مسؤول عن ملف نادي الزمالك، والاستاذ محمد مهدي مسؤول عن الملف بتاع اتحاد الكره الاسود المجندل ب60 طين، وملف وزاره الشباب والرياضه اللي اطين واسود من الاولاني بتاع اتحاد الكره. فالناس بيجتهدوا، فلاحظت ان كلامهم كله صح بفضل الله، وفي الطريق ناس هبيده كتير. النهارده هبدا بالنادي الاهلي، وانا بعتبر انتصار ليكم قبل ما يكون ليا، لان في ناس كتير معايا سواء على اليوتيوب او على الكلوب هاوس كانت بتراهن الفتره اللي فاتت ان احنا يعني عندنا مصداقية عالية، ولكن الرهان على الوقت لأن في ناس كتير بتكسر فينا. وإحنا قلنا لا ننظر إلى الخلف، وهذا لا يزيدنا إلا إصرار. فوجئت النهاردة بعمار حمدي منزل حاجة وكأن ربنا بيكافئك. وبما ان السيناريست الكبير محمد عواد معانا وعملنا قسم فني، ودلوقتي بننتج ان شاء الله باذن الله فن هابط هيجيب مصر الارض اكتر ما هي جايه في الفن، اعدكم بده. يعني انا بحمل لواء الفن الهابط، وبتحدى اشرف زكي نقيب الممثلين ان انا اقدم فن هابط بمعنى الكلمه الفتره اللي جايه، يعني فن هابط هابط باذن الله يعني. والاخ محمد عواد هو مسؤول عن الملف الفني. فالجماعة اللي بيقدموا إعلام هابط بقى، لأن إحنا بنقدم إعلام محترم، النهاردة خدوا ضربة في مقتل، ولكن لم بطلين هبت ولم بطلين كذب. عمار حمدي النهاردة قال بسم الله الرحمن الرحيم، الكلام اللي منتشر في الفترة الأخيرة عشان أنا مش بشارك في المباريات وإني بعترض على النادي الأهلي وبتشرب عليه، الكلام ده مش صحيح. أنا بجتهد وسايب الباقي على ربنا. أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي وقت، ومش ممكن أتشرب، والكلام ده لا أساس له من الصحة، لأني من أبناء النادي، وقبل ما أكون لاعب في النادي أنا بشجع الأهلي من صغري وبحبه جدا. ويشكر كل جماهيره، يعني هو بيقول بشكر كل جماهير الأهلي لأن هم السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى، مهما اتكلم عنهم مش هقدر أديهم حقهم. أنا ما بعتبرش ده كلام عادي، أهو قدامكم على الشاشة كلام عمار حمدي، لا بعتبره هدية من عند الله، ربنا بعتها لي في التوقيت ده أنا شخصيا، وبعتها للمجتهد الأستاذ أحمد السيد في ملف النادي الأهلي، لأن بصراحة إحنا تصدينا لحملة شرسة لضرب استقرار الأهلي وضربه في مقتل بخبث ولؤم تحت عنوان إن يا جماعة بنقول لكم الكواليس والأخبار. وأقسم لكم بالله كل اللي اتكلم ان الفرقه فيها مشاكل كذاب، وكل اللي اتكلم ان في اعتراض على عقوبات الخطيب اللي صدرت بعد السوبر كذاب، وكل اللي اتكلم في مشاكل في موضوع موسيماني او انطجي وكذاب، وكل اللي قال اللعيبه معترضه واللعيبه كذا كذاب، وكل اللي اشتغل هبد، انا قلت لكم الرهان على الوقت.
وبعد مباراة انبي حاجات كتيرة جدا هتتضح لحضراتكم وهتصدموا في ناس كتير. النهاردة من اول ما خلصت مباراة انبي والحمد لله كل شوية يتضح حاجة قدامكم تثبت ان احنا الحمد لله على درجة عالية من المصداقية. يا راجل تو عمار حمدي بيفضح هؤلاء الحفنة من الهبيدة والأفاقين. النهاردة موقع أخبار اليوم رامي هبدة تاريخية. بص شفت انت ايه يعني لا تقربوا الصلاة. هتقول ازاي يا جماعة يا بيكمل الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. لكن يجي واحد عايز يجمع لنفسه محلل ويحلل الهبد بتاعه فيقول لك لا تقربوا الصلاة. أنا مش أصلي عكر في آية بتقول لا تقربوا الصلاة. طب ما هو ربنا قال لك إيه الشرط إنك لا تقرب الصلاة في حالة وأنت شارب حتى تعلموا ما تقولون. ونزلت مصداقا لقول سيدنا عمر لما دعا ربنا سبحانه وتعالى اللهم أنزل لنا في الخمر قولا شافيا علشان خاطرية نخلص من القصة دي. فربنا النهاردة بعت عمار حمدي عشان يقول لنا قولا شافيا في هؤلاء الأفاقين والهبيدة. أنا لا بقول أسماء ولا لي دعوة، أنت عارف بتتابع مين وعارف مين اللي بيهبد. ما أخبار اليوم النهاردة؟ قال لك إيه؟ بص شايف العنوان موسيماني يتوجه للمطار بعد لقاء عاصف مع الخطيب. مش فاهم، اخش في الموضوع تلاقي ما فيش اي معلومة في الموضوع والعنوان متشير على كل صفحات الهبيدة وناس قاعدة تتعامل مع موسيماني كان مع الخطيب. الله اعلم، انا ما عرفت كان ولا مش كان، ولكن كان مع الخطيب سلم عليه وراح على المطار. عايز افهم يعني، شوف الصياغه ويتوجه الى الى مطار القاهره. يعني ايه؟ يعني كانه بينهي ملفه مع الخطيب وطلع هاجر للمطار. زي احدهم يقول لك ايه؟ هو موسيماني مسافر والله اعلم اذا كان هيرجع ولا لا. لا حول ولا قوه الا بالله. ودي يتكلموا يقول لك عادي انا كنت بتكلم وانا مش عارف ارجع ولا لا. رجع انا اتكلمت معاك ما رجعش. انا محتاج اتكلم في الملف ده اليومين دول علشان اقول لكم في ناس افلست الى ان وصلنا لهبدة الهبابيد بتاعت ايه؟ اللعيبه تطالب بمساعد فايلر ليكون مع موسيماني في الجهاز. يا جماعه ما تريحونا بقى. يا جماعة في ايه يا جماعة؟ هو موسيماني ماشي؟ ولا رضا شحاتة جاي؟ ولا كشري عليه مشكلة؟ ولا عماد النحاس مرشح؟ ولا علاء ميهوب محدش قاله؟ ولا مساعد فايلر جاي؟ ولا ايه اللي بالظبط يا جماعة؟ يعني شكلكم مش كويس. والاهلي بيقود الملف ده بحكمة، قفل المحبس بتاع المعلومات فخلى شكلهم بايخ، فازداد المؤلفون تأليفا وازداد الهبيدة هبدا. حتى لقينا كريم حسن شحاته بيقول لك ايه؟ ويفتح الاتصالات مع كارديرون. يعني دي كانت ايه؟ هناك ما يتخيله العقل وهناك ما لا يتخيله العقل. فمن كتر الهبد انت خلصت المعلومات فبدت تتخيل، فجاء الهبد مع الخيال فالشكل بقي باللي انت شايفه. عشان كده النهارده اللي كتبه عمار مش شيء طبيعي، انت تقراه وكانه طبيعي، ولكن انا احلله انه فاضح. لان هتقول لي محمد محمود كتب بعد المباراه الوديه واللي اتقال اوانطه، وانا ما عنديش مشكله، المشكله في الوزن الزياده، واحنا الحمد لله اول ناس انفردنا بده. ولما جه الراجل لعبوا المباراة اللي بعديها بتاعت الغابة نجم المباراة مش عارف مين ملعبهوش بتروجيت مشاكل وعايز يدمر محمد محمود، ومحمد محمود يبحث على عقد وعقد مش عارف مين وعشر عقود
وفي الآخر الموضوع ببساطة اللي لخصناه إن الوزن زيادة، فالراجل اتعمل له برنامج إعادة تأهيل، لما جهز نزل وكسر الدنيا وكان رائع وكان متميز. لما كتب محمد محمود كلامه ما كانش مباشر زي عمار، ولكن كان فاضح، ولكن عمار كان أفضح. أنا بقول لك موسيماني سافر 3-4 أيام أجازة، وحياة الأخوة اللي بيننا من بعض أجازة، عشان بطلنا نحلف طلقات من الشيخ قال ما ينفعك تحلف، والعيش والملح اللي واكلينه مع بعض على الهوا، عشان الناس اللي زهقانة من أكلي وشربي على الهوا، موسيماني في أجازة، وحياة أولادي موسيماني في أجازة. بس خلينا فيها، من أقسم فليقسم بالله أو ليصمت. والله العظيم ما في مشاكل مع موسيماني، والله العظيم موسيماني ما ماشي، والله الأهلي ما بيفكر في بديل، والله الأهلي ما شاف سفهات مدربين، والله ما في لاعب اعترض على على غرامة ولا على عقوبة، والله العظيم ما في كلام اتقال في الملف ده صح إلا اللي قلناه إحنا وقناة الأهلي وبعض من الإخوة الأفاضل زي أخونا أحمد سعيد، الناس الواقعية اللي بتتكلم بشكل واقعي. عشان كده حبيت أبدأ بالملف ده ودعاكم. يمكن أحمد السيد النهاردة عامل لكم شوية نكت، أو والله العظيم إحنا هنتعامل مع دنه نكت. خلي بالك، ما هو الأهلي أجازة، لما الأهلي بيكون أجازة ما بيبقى في أخبار في الأهلي، فبيشتغل هد والتأليف، لازم نحط الأهلي في العنوان عشان نبيع. حتى أنا بعمل ده، أنا بعمل ده، ولكن أنا بعمله وعندي أجندة تعتمد على المصداقية. غيري بيعمله عشان يقول لك إيه، زي ما بتكلم عن مشاكل في الزمالك بتكلم في الأهلي. طب هو أنا أخلق مشاكل في الأهلي بالعافية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. زي اللي راح هبد ده موضوع تاني، بس خلينا في موضوع هبد اللعيبة وموسيماني عشان الناس وهي بتقطع المقاطع ما نلخبطهاش، لأن هنخش في هبدة انتخابات دلوقتي هتعجبكوا قوي. أستاذ أحمد السيد، السلام عليكم أبو حميد. سلام، أهلا بيك يا أستاذ عبد الناصر. حبيبي أبو حميد، منور الدنيا. يعني أنا حبيت النهاردة أبدأ بشيء إيجابي وأحييك، لأنك أنت يعني ماسك ملف الأهلي، وبصراحة يعني اجتهدت اجتهاد كبير، لأنك أنت لما إحنا عاملين زي إيه البيت القديم، لما تجدد فيه وتهد وتبني بيبقى متعب أكتر من إنك أنت تبني من جديد. فأنا بحييك قدام الآلاف اللي معايا إنك أنت خدت على عاتقك الأيام اللي فاتت إنك أنت تدور وتتابع الكل عشان رد الهبد والمفاهيم المغلوطة. اعتقد ان عمار حمدي النهاردة بعت لك مكافأة ربانية، لان الكلام اللي قلته انا معاك عن عمار النهاردة، عمار بنفسه بيكتبه زي ما محمد محمود كتبه، زي ما موسيماني كتب وقتلهم وقال لك انا افكر في البطولة الثالثة مع الاهلي والحادية عشر الإفريقية، وأعلم جيدا أنها لا تأتي إلا بالجد وكثير من الإشاعات والمضايقات والتعب، وهذا هو يكون قمة النجاح. اتفضل يا أستاذ أحمد. يعني الحمد لله، والله يا أستاذ عبد الناصر إحنا بنجتهد سويا علشان في الآخر نقدم مردود محترم للناس الجميلة اللي بتتابعنا في كل مكان، اللي متابعتهم لينا كل يوم بتزيدنا إصرار إن إحنا نكون يعني بنعمل لهم حاجة تليق كبير بمنتهى الأمانة يعني. وكالعادة، ويمكن أنا قلت لحضرتك على مدار الأيام الماضية، هتبقى في حملات مستمرة ضد النادي الأهلي وحملات شرسة بمنتهى الأمانة، يعني مصدرها مواقع مشهورة، إعلاميين كتار، مواقع أو صحفيين على اليوتيوب، يعني ناس كتير جدا 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 بتتكلم، وإحنا الحمد لله يعني بنتابع وبنجتهد وبنوضح، وفي الاخر بنرجع لمصادرنا في النادي الاهلي ونحاول نوضح المصادر يعني او الاخبار من مصادرها زي ما بيقولوا. يعني لو حضرتك تتذكر، يعني يمكن عمار حمدي من اول لما النادي الاهلي تعاقد معاه انا كان ليا حوار معاه، اتكلمنا كتير جدا جدا عن طموحاته مع النادي الاهلي، وانا ما انساش نصا
انه كان بيقول انا طموحي ان انا بقى لاعب اساسي في الفريق الاول للنادي الاهلي ومنها بلاعب في المنتخب وعندي طموح كبيره جدا 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 ويا رب اكون قد المسؤوليه دي. فالولد على طول بيجتهد وحاطط كل تفكيره انه يبقى نجم من نجوم النادي الاهلي. لكن للاسف يعني عمر حمدي طلع عاره الموسم الماضي مع الاتحاد السكندري، عمل موسم كويس جدا، خلاص اجتهد الدنيا بقت كويسه، طبيعي انه يرجع بيته للنادي الاهلي. ولكن في ناس واضح انها متضايقه، واضح انها حزينه، واضح انها غضبانه. فمسك عمار حمدي على مدار الايام الماضيه، قلت عمار حمدي بيتشرط على النادي الاهلي، قلت عمار حمدي مش عايز يشارك في النادي الاهلي، قلت عمار حمدي متضايق من تواجده في النادي الاهلي. لدرجه ان البعض قال ان عمار حمدي اجتمع بالكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وابلغه نيته الرحيل، يعني عمار حمدي يبلغ النادي الاهلي نيته الرحيل. خذ فين؟ فواحد الصحفيين بالمناسبه قال الكلام ده منذ ايام، واحد المواقع كتبت الكلام ده منذ ايام. عمار حمدي لو حضرتك تتذكر لم يشارك في مباراه الاهلي الوديه، وكان عدم مشاركته خلاص اتاكد كلامه. طلعنا وضحنا مع حضرتك المالك الراجل عنده اصابه في الظهر بتمنعه من التواجد، ولكن يعني برضه الناس بتتكلم واللي عايز يقول في النهايه يعني يمكن عمار حمدي الحمد لله انا وصلت له رساله انه يوضح الكلام ده برضه لان ناس كتير بتتكلم عليه، هو ما بيحبش يتكلم في المناسبه وبيبقى عايز يركز في شغله بس، ولكن لما لقى كلام كتير الراجل استاذن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره وكتب على الفيسبوك قال نصا ان الكلام اللي منتشر في الفتره الاخيره علشان انا مش بشارك في المباريات واني بعترض على النادي الاهلي وبتشرط عليه الكلام ده مش صحيح. قال انا بجتهد وسايب الباقي على ربنا، انا تحت عادي في اي وقت ومش ممكن اتشرط، والكلام ده ليه؟ لاني من ابناء النادي، ولا انا قبل ما اكون لاعب فانا بشجع الاهلي من صغري بحبه جدا، بشكر كل جماهير الاهلي لان هم السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى، مهما اتكلم عنهم مش هقدر اديهم حقهم. يعني يمكن انا ما بحبش جو قصف الجبهات والكلام ده كله، لكن اعتقد كلام عمار حمدي يعني يسكت الالسنه، مش عايز اقول يخرف الالسنه، ولكن يخلي كل واحد يتكلم في الموضوع ده، لا يعني راعي ربنا وراعي ضميرك وارجع لمصادرك كويس وركز شويه قبل ما تتكلم، لان هتلاقي اخبار من دي كتير، هتلاقي كلام من ده كتير الفتره اللي جايه، هتلاقي زي ما كان في على معلول، زي ما كان في كلام على موسيماني، زي ما كان في كلام لو تفتكر يا عبد الناصر كده قعدنا ايام قدر بانون موسيماني مش عايزه، مش عارف ياسر ابراهيم موسيماني مش عايزه، اتقال كلام كتير كده، وفي الاخر امير توفيق لما وصلنا الحمد لله الرساله طلع نفى وقال هذا الامر. اتقال كتير برضه يعني اتقال كلام كتير، لكن خلينا بس اوضح عمار حمدي، فعمار حمدي وضح الرساله للكل، موجود في النادي الاهلي، مركز مع النادي الاهلي، على فكره موسيماني مقتنع ومعجب بيه جدا، وانا قلت اول واحد من المعارضين موسيماني طلب عودته هو عمار حمدي، وبالتالي يعني نتمنى الملف ده يكون واضح عند الكل، واتمنى بقى ان الاخوه الزملاء ما حدش يتكلم في الموضوع ده تاني يعني.